ارخص لاغلى اكبر ساندويتش شاورما دجاج في لبنان. فول دور. يعطيك العافيه. الله يعطيك يا توصل. عملنا وحده شاورما دجاج عمر معروف. فكره معينة. امتى ركبتوا سيخ الشاورما؟ بعدني شيء معلوم. شو بتتميز الشاورما عندكم هون عند فول دور عن غير محلات شاورما؟ 5XL بيجي بقلبها توم وكبيس وبطاطا وحط بقلبها كميه كبيره شاورما. كميه بتميزكم، اما الطعم شو وضعه؟ طعمه سكر. بتعتبر حالك نمبر 1 في لبنان؟ اكيد الرقم 1. قد ايه وزن سيخ الشاورما؟ هيدا وزنه 70 كيلو. بالنسبه لي اول ساندويتش شاورما بتقصها من السيخ الصبح هي اطيب ساندويشه، اخر ساندويشه هي ابدا مش طيبه، لانه سيخ الشاورما وقت يصير بالاخر على اخر 5 ساندويشات كانه دجاج مسلوقين. دكتور فود ما بيحكي شيء غلط. شو هاي ساندويتش شاورما عندكم؟ يعني هو الرغيف العادي بالسوق بيطلع تقريبا لهون، هيدي دبل 100%. صراحة كثير طيبة، منا ناشفة، السيخ الجديد على طول بكون فيه طعمة أطيب شيء وبكون كثير جوسي. أنا حبيتها طيبة وما فيها طعم زفرة فريش. نفسي كل المتابعين إذا جربوا السندويشات اللي نحن بناكلها جربوها بنفس المكان اللي نحن عم ناكلها، هذا اللي بيزعجني إنه بعد الأوقات العالم بتروح تجرب هذا الشيء يمكن ما يلاقوه طيب بسبب استهتار موظف. أكلنا عن فول دور، سعر الساندويتش عنده 500,000، مثل ما شفتوها كثير كبيرة بتشبع شتات. تعالوا نروح على المحل الثاني. شاورما أبو العز، يعطيك العافية. الله يعافيك أهلا وسهلا. شو بتتميز شاورما أبو العز عن غير شاورما؟ أول شيء نحن عندنا التتبيلة غير لبنان كلها، ثاني شيء نحن ما بنحط خس، نحن بنحط بس بطاطا وتوم وكبيس. هول الشيفيه اللي بيحطوا خس مع الشاورما، شو الهدف منها؟ هلا صراحة أنا ما بعرف شو الهدف منها، بس نحن هون يعني ما بنحط خس بالمرة وبتطلع كثير شغلة طيبة. شو بتصنف الشاورما تبعك بباقي محلات الشاورما بلبنان؟ هلا ما بدنا نقول إنه رقم واحد عشان ما حدا يزعل منا، فينا نصنف حالنا رقم 2 نحن بلبنان. بس انت هلا نقصتني، حسستني بقلة الثقة انا عم اكل الساندويتش. الزبون بدك تعطيه ثقة، وقت تقول لي انا رقم 2 بتفهم تواضعك بس مش على بطنك. الدكتور فود بتجرب عنا وبتشوف وانت بتقارن مين. اعطيني اكبر ساندويتش شاورما عندك. هيدي حالات الشاورما عندهم اياها مثل كانه مضي محمص بطريقه مضبوطه وكثير طيبه، هذه مميزه صراحه. هاي الساندويتش بهالطريقه وبهالكميه وبهالحجم بتنزل لكل العالم؟ لكل العالم. يعني ممكن انا هلا ابعث حدا بعد ساعتين ثلاثه اقول له اعمل لي هاي الساندويتش، جيب لي اياه، بتجيب لي اياه ذاتها نفس النكهه؟ اي متى ما بعثت عالم نفس المواصفات عندك. وقت سالتك انت كيف تميز حالك بلبنان قلت لي انا الثاني، بس الاكل هذه ما بتقول انك الثاني، تركتك انت تحطنا رقم واحد. انت بتتميز عندك جوسي اكثر. بيعرف صحتين دكتور فود. كان دوق سانشاين. ثانك يو. اي افضل هيدي ولا بول دور؟ حسيت هي اطيب عشان الخبزه والدجاج طيب كمان. اكلنا عند ابو العز طلعت حقها 550,000. جلجامش. الله ما ابو علي من اقدم الشيفيت الشاورما بلبنان. يا هلا يا هلا. قد ايه وزن سيخ الشاورما الدجاج؟ 30 كيلو. كيف بتميز حالك بين محلات الشاورما الموجودين حاليا بلبنان او بالمنطقه؟ انا الرقم واحد. في كثير محلات بيحطوا شاورما مع خس وشاورما مع صوص، انت شو رايك شخصيا كونك عندك 50 سنه خبره بالشاورما؟ بالنسبه للخس هيدي الامور من ماشيين فيها من ال 74. الخس بقلب الشاورما. لانه اول ما اسس شاورما دجاج هو واحد اسمه اسعد هاشم لبناني، وانطلقت من لبنان لخارج لبنان. وانا رحت على السعوديه على الخبر من خلال هاي المصلحه. تعتبر الشاورما تبعتك نمبر 1 مع انك بتبيع اشياء ثانيه؟ الاساس نحن عنا متكلين على الشاورما. ابو علي بدي اكبر ساندويتش شاورما دجاج موجودين عندك. الخس بيمنع حديه التوم والريحه. لانه الخس في نسبه اسيد عالي كثير. يقبرني ربك. ابو علي عندي سؤال لك، ابنك بتعلمه هاي المصلحه؟ لا ما بعلمه. ليه ما بتعلمه هاي المصلحه؟ الحمد لله الله اعطاني اولاد وربيتهم بالمستوى وبالعلم المطلوب وهن اسسوا حالهم. بس اذا اليوم اذا ابنك اضطر يشتغل مصلحه وقال لك يا بيي جاي لعندك بدي اشتغل معلم شاورما، بتقول له ايه ولا لا؟ لا. نصيحه من دكتور فود لكل الشيفيه، اول شغله ما بتشتغل بمطعم اكثر من 6-7 شهور، السبب انها تزيد عدد الخبره تبعولك، وما تشتغل عند مطعم تحت ايدين العالم لاكثر من 32-33 سنه لانه حيجيبوا اصغر منك ليشغلوا. دكتور فود الطوفي حموضه مميزه نكهته، برايك الموقع المحل هو بيحدد كميه سيخ الشاورما؟ لا
انا بشك مرتين باليوم لحتى ما ينشف ليضل الدجاج فيه مويه، لانه اكثر السياخ الكبيره بتصير متبنه. الدجاج من جوا تكون سخ كثير كبير بيصير كانه مسلوق. ناشفة شوي. بالنسبة للساندوتشين اللي أكلناهم عند بولدور وأبو العز ناشفة طبعا. أبو العز كانت أطيب شيء، بعدين بولدور، بعدين هيدا. بالنسبة لألي الأفضل بيناتهم هو اللي استعمل بس بنحطه بساندوتش شاورما، هي التوم والكبيس والبطاطا والدجاج، هو بولدور. تاني وحدة أبو العز كثير طيبة، بس هو ضاف لها صوص خاص له، فأنا ما فيني أجي أحكم عليها فبحطها بالمرحلة الثانية. بس كخبزة مين بتنقي فيهم؟ خبزة أبو العز. طبعا كلنا بنلحق دكتور فود أوبينيون. خلينا نجيب الفاتورة. أكلنا عن قلقامش وحدة شاورما دجاج 540 ألف.